أنا الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر أبو السعود، أستاذ جراحة الرأس والعنق والغدد الصماء بقسم الجراحة كلية الطب جامعة الإسكندرية. وإحنا هنركز النهاردة في التوب بتاعنا أو في الحديث بتاعنا عن الغدد الصماء. مش هنقدر نتكلم عن جميع الغدد الصماء، هركز على أهم غدة صماء في الجسم وهي الغدة الدرقية. والغدة الدرقية دي غدة ربنا عاملها بدايتها من الناحية التشريحية، بتبتدي من اللسان من البق وتنزل عشان تقع في أسفل الرقبة وعاملة كالفراشة على القصبة الهوائية، لها فص شمال وفص يمين بيسميها باتر فلاي جلاند. ودي الغدة دي وظيفتها في منتهى الأهمية لجميع أعضاء الجسم، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، القلب، الجهاز التناسلي، جميع أجهزة الجسم الكنترول بتاعها من الغدة الدرقية أو نشاط جميع أجهزة الجسم من الغدة الدرقية. فلو حدث أي خلل في وظيفة الغدة الدرقية سوف تؤثر على جميع أجهزة الجسم. فمفروض كل المرضى يبقى عندها وعي بإيه الأعراض اللي ممكن تستشير بيها اندوكرينولوجيست أو بطن غدد أو جراحة غدد عندما تحس بأعراض معينة. وأهم أعراض زيادة إفراز الغدة الدرقية بالذات اللي هي في الرقبة دي اللي هي أهم غدة درقية وأكبرها، فقد حديث للوزن وزيادة في التفاعل مع الناس بطريقة عصبية، ويحس المريض بضربات قلبه بدون ما سماعه، بدون اي حاجه، حاسس ان في منبه في ساعه صدره، ورعشه في اليدين تصل الى درجه ان الاشياء تقع من ايده. يبقى الجهاز الهضمي يحس، الجهاز الهضمي ينشط بالزياده، فدخول الحمام يبقى عدد مرات زائد في كل يوم. الجهاز التناسلي الدوره الشهريه بتاع في الاناث بتزداد تزداد تزداد ثم تبتدي تقل الى ان تقف نهائيا، فبتؤثر على الوظيفه التناسليه وهي وظيفه مهمه جدا بالذات في الستات. وفي الرجاله نفس الحكايه، بيزداد ثم بيفقد القدره الجنسيه في الاخر، فاعراض مهمه جدا وقد تصل الى زياده في ضربات القلب ثم اضطراب في انتظام ضربات القلب ثم هبوط في القلب، يعني بتؤدي الى فشل في وظيفه القلب الرئيسيه، ودي حاجه خطيره جدا ان لم ينتبه المريض لها. فالغده الدرقيه لو زاد افرازها ودي بتبقى زياده قد تكون نتيجه خلل في الجهاز المناعي او يعتبر نوع من انواع امراض الجهاز المناعي، اضطرابات الجهاز المناعي في الجسم. فنجد انها بتحصل في اللي هي اول عرض في الغده الدرقيه او سببها اضطراب في الجهاز المناعي في الجسم، ويعتبر الغده الدرقيه يتفاعل معها فيؤدي الى زياده في افراز الهرمونات في الدم وانتقاص في هرمون المفرز من الغده النخاميه لأن الغدة الدرقية تحت تأثير وتحت تحكم المخ عن طريق هرمون بنسميه احنا تي اس اتش أو الهرمون الذي يتحكم في وظيفة الغدة الدرقية، وده بيعمل لها كنترول بحيث هرمونات الغدة الدرقية في الدم تبقى في الحدود الطبيعية. فعندما تزداد إفراز الغدة الدرقية الهرمون اللي جاي من المخ وبيتحكم فيها يهبط عن الحد الطبيعي بتاعه، ودي نستطيع ان نعرف ذلك من التحليلات المعمليه. لكن المهم الرساله ان جميع المرضى اللي بالذات في الستات، لان بتحصل في الستات اكثر من الرجال، وفي اليانج ايج في صغار السن، وتجد الستات بنسبه 7 أو 8 ستات الى ميل، يعني 7 أو 8 الى ميل واحد.
فأي أعراض يحس بها المريض زي ما قلنا، سواء كان في ضربات القلب، انخفاض ملحوظ في الوزن بدون سبب وحاجة حديثة، واضطرابات في الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي، وفي بعض الأحيان يحصل جحوظ في العينين لو اتأخر شوية. كل دي أعراض مفروض ينتبه المريض لها حديثا حتى نستطيع أن نعالجه، والعلاج بيبتدي بعلاج طبي وقد ينجح، بس عايز متابعة تحت إشراف أمراض باطنية غدد، قسم غدد، أو قد تحتاج إلى استئصال الغدة كاملا لكي نقضي على الإفراز الغير طبيعي للغدة. وفي حالة عدم أخذ العلاج أو مضاعفات العلاج الطبي أو الخوف من العملية، قد نحتاج إلى إعطاء المريض يود مشع لإيقاف الوظيفة أو الوظائف الزائدة للغدة الغير طبيعية. دي في يعني في حاجة كده بسرعة إزاي بنقدر نعالجها. علاج طبي عشان نكنترول أو نتحكم في الإفراز الزائد، علاج جراحي إن فشل العلاج الطبي أو هناك مضاعفات له، وعلاج باليود المشع لكي يقف نوقف وظيفة الغدة الدرقية. ده بالنسبة للغدة الدرقية احنا ركزنا عليها لان اهم واحدى واكثر حدوثا من اي غدة تانية، زيادة افراز غدة الدرقية او ال في طبعا في نقص في العكس بقى، الغدة الدرقية تفرز الهرمون بتاعتها، ودي بتحصل في الستات وبرضه نتيجة برضه جهاز مناعي، اضطرابات جهاز مناعي، وبيسميها ساعات حاجة اسمها هاشيموتو، ودي بتؤدي بقى إلى زيادة في الوزن وكسل، يعني عكس الأعراض بتاع زائدة الغدة الدرقية الزائدة أو الوظيفة بتاعتها الزائدة. فلها علاج برضه ولها إشراف طبي، وقد تحتاج إلى تدخل جراحي إن فشل العلاج الطبي.